يا اهلا بيكم، وحشتوني قوي من اخر فيديو. طبعا النهارده بمناسبه السنه الجديده، فانا حبيت كده اجيب يعني حاجه جديده اغير بيها شكل السرير عندي. هقول لكم دلوقتي جبنا ايه. وبس الاول خلوني اوريكم الاول، فاكرين اللحاف ده او الكفر، سوري، الكفر بتاع اللحاف اللي انا اشتريته دوت من ايكيا. الكفر ده انا قلت لكم هجربه واقول لكم رايي ايه في القماش. هو كان ساعتها نازل ترندي قوي، فبصراحة أنا جربته. ده كان كفر لسرير كبير، جربته والقماشة عجبتني جدا. أنا استخدمته كذا مرة واتغسل. بصوا القماشة حتى شايفين من قريب كده، يعني القماشة ما حصلش فيها، ما وبرتش، ما كرمشتش، زي ما هي بالظبط. فانا بصراحة عجبتني قوي الماتيريال. هو ده كان بيجي كفر لحاف معاه 2 خدادية، وبيبقى من تحت كده بيقفل بكباسين. يعني في انواع عندهم بتقفل بسوستة وفي انواع بكباسين. اهي بصوا، ولا باظت ولا اضطريت ان انا اغيرها ولا اي حاجة. ولما بتمسك في اللحاف ما بتفكش ابدا، يعني بتفضل زي ما هي ثابتة كده وما بيحصلهاش حاجة. فبصراحة عجبتني قوي القماشة من عندهم، بصراحة مختلفة وجميلة. فده شجعني ان انا اجيب الحاجة التانية اللي قلت هوريها لكم دلوقتي علشان اغير بيها الشكل بتاع السرير. تعالوا كده اوريكم جبت ايه من هناك. دي بقى كانت المفاجأة. انا بصراحة عجبني قوي دوت. كان نازل الشكل ده نازل جديد في 2023، فهو من الاشكال الجديدة الكفرات اللي حاف هناك. بصوا هقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا شكله. هو بيبقى راسم صورة هنا كده، اعتقد كده واضحة. هو لونه هادي قوي، فعشان كده ممكن ما يبقاش باين قوي. هنفتحه ونشوفه مع بعض. هو برضو عبارة عن كفر لحاف كبير، وعبارة عن 2 خدادية 50 في 80، يعني المقاس بتاعها مرتاح جدا. والكفر نفسه بيكون 240 في 220، فما تجيبيهوش اقل من كده لو انتي سرير كبير اللي هو ستارتنج مثلا من 1.60 متر. نتكلم برضو، استنوا معايا لاخر الفيديو هكلمكم ايه البدايل الارخص وازاي نفصل كفرات، وهل هي نفس الكواليتي ولا لا. بصوا كده تعالوا نفتحه مع بعض. بصوا بقى قد ايه القماشة ناعمة، قد ايه القماشة ناعمة. الملمس بتاعها بجد رائع. خلوا بالكم ان القماشة هناك كمان انواع، اعتقد يعني ملمس القماشة تقريبا انتوا حاسينه من الكاميرا، واضح لكم. وهقارن لكم دلوقتي ده بده. طبعا كل حاجة وليها سعرها. بصوا الشكل دي كده مقاس الخدادية، ما بتاعتها قد ايه رقيقة وهادية. هي فيها زي فراشة هنا كده، وفي هنا بقى بعد كده فروع شجر لونها مينت جرين. المينت جرين انتوا عارفين ان هو طالع لون تريندي قوي، وداخل فيه كمان اللون اللي هو الليلا او اول درجات الموف. اهي دي كده داخله فيها، والارضيه نفسها بتكون بيضه، او ممكن تقولي عليها اوف وايت، والظهر بتاعه اوف وايت اهو، يعني الظهر يعتبر ساده خالص. وطبعا في قلاب من جوه، ودي حاجه مهمه قوي علشان خاطر المخده او الخداديه بتاعتك تبقى ثابته. ده في كده زي قلاب، القلاب ده مهم قوي عشان لو انت بتعملي تفصيل لازم يعمل لك الجزء ده. تعالوا بقى نقارن مع بعض القماشتين ببعض. بصوا الكفر نفسه اهو، بصوا قد ايه شكله جميل وراقي. اعتقد كده انا فردته على قد ما اقدر علشان اوريكم الشكل بتاعه قد ايه رقيق. هو عبارة عن رسومات ورد رقيقة هادية قوي مع فراشات كده، اللون المينت جرين مع اللون الليلا بصراحة عاملين كونتراست هايل في القماشة. تعالوا بقى كده نقارن القماشتين ببعض. اولا ده كواليتي وده كواليتي تانية خالص. ايوه في ايكيا نفسه في انواع من القماش، علشان تبقي عارفة مش كله زي بعضه، وده اللي بيخلي فيه فرق في السعر ما بين النوعين. طب ليه الفرق السعر الفظيع ده؟ علشان الكواليتي نفسها بتاعت القماشة مختلفة. هنا القماش لما بيكون ناعم قوي ومدي على حرير شوية، يعني بداية درجات الحرير، هتلاقي القماشة نفسها ناعمة جدا،
وده بيبان قوي في الملمس، يعني اول ما القماشه بنمسكها بتبان قوي الملمس الناعم الحرير بتاعها. نيجي هنا في القماشه اللي انا جبتها للكفر ده، الملمس هنا مختلف، القماشه هنا قطنيه اكتر، يعني الملمس بتاعها ملمس قطني اللي هو الملمس بتاع القطن الطبيعي اللي انت يعني اي واحده ست عارفه الملمس بتاع القطن من الملمس التاني. فده ملمس قطني اكتر، ده ملمس مدي على حرير شويه، فعشان كده في فرق في السعر، ده هتلاقيه اغلى من ده. معنى كده ان ده وحش؟ لا ابدا خالص، ده ممتاز وهايل. بس لو انت عايزه حاجه هاي كواليتي قوي وحاجه تفرشيها مثلا، عايزه تخلي السرير بتاعك مختلف شويه كلوك، او تفرشيها في مناسبات معينه، فهيكون عندك واحد من النوع ده على الاقل. فلو انت بتجهزي او بتفرشي جديد، فيفضل تجيبي نوع، يعني واحد من النوع ده، وتكملي الباقي عندك من النوعيه دي. وكمان في انواع تانية اللي هنقول عليها اللي هي التفصيل، واللي بيكون سعرها ارخص تقريبا للنص. فبس انا حبيت يعني اوريكم الكفر، لانه بصراحه كان من الحاجات اللي انا كنت نفسي اجيبها جدا، وبرده لما نفرشها على السرير هوريكم شكلها على الكفر نفسه، على اللحاف بنفسه. وهكلمكم كمان عن اللحاف، لان ناس كتير قوي سالوني هل اللحاف بتاع ايكيا كويس ولا لا، وبيدفي ولا لا، وايه الفرق ما بين الانواع، لان في ناس كتير بيقولوا ان هم بيروحوا القسم بتاع اللحافه في ايكيا وبيتلخبطوا جدا، مش عارفين يشتروا، وايه حكايه اللحاف الصيفي والشتوي. فانا هقول لكم ان شاء الله ده، واحنا بنحط الكفر ده عليه. بصوا كمان انا رحت كمان LC على اساس ان انا يعني ايه بحب اتفرج قوي على القسم بتاع المفروشات اللي موجود عنده، بيبقى عندهم حاجات حلوه قوي، والقماش التركي كمان برضو من الحاجات الكويسه قوي اللي ممكن تقدروا تشتروها من هناك. انا بصراحه ما جربتش الملايات لسه، فيا ريت لو حد فيكم جرب الملايات بتاعت LC يعني يكتب لي في التعليقات يقول لي رايه فيها ايه بقى. بصوا عجبني قوي ده، كان 130 وبعد الاوفر بقى ب69. فاستغلي الحاجات اللي موجوده زي ديت، الحاجات اللي بيبقى عليها ريد ليبلز هناك بيبقى عليها ديسكاونت حلو، دي برده 50 في 70 اهو. بصوا طبعا انت ما بتعرفيش تفكيها هناك، بس بصراحه يعني من بره كده انا شفتها شكلها عجبني قوي. بصوا لونها كمان، اللون بتاعها جميل قوي، اللون اللي قلت لكم اللي هو درجات المنت جرين بقى بدرجاته كلها، بتبقى جميله قوي بصراحه. بصوا هو زي ما قلت لكم مكتوب عليها هلو اوتم، بس هي قد ايه رقيقه، والقماشه كمان القماشه قطن، يعني القماشه قطن شبيهه اكتر للقماشه بتاعه الكفر اللحاف ده اللي هو على شكل القلوب ده، فعجبتني قوي، والمقاس بتاعها كويس جدا 50 في 70، فتقدري ان انت تغيري بيها شكل السرير. وانا مش لازم ان انا اجيب طقم ملاية كامل عشان اغير شكل السرير، ممكن بس من الكفرات بتاعت المخدات ان انا اغير شكل السرير خالص، فبرضو دي من الحاجات اللي انا حبيتها. نيجي بقى، كنت عايزة اكلمكم في موضوع الملايات. انا اتفقت معاكم ان انا هعمل فيديو مخصوص لموضوع الملايات اللي هي التفصيل. ملايات العمرية من الحاجات اللي كانت طالعة تريندي قوي الفترة اللي فاتت وما زالت، وفي ناس كتير بتحب انها تشتري وتفصل على اساس انها تختار اللون والشكل والمقاس كمان اللي يريحها واللي مناسب للسرير بتاعها، دي حاجة كويسة جدا. وانا في البداية رحت، وللأسف يعني انا عملت كمية في اول مرة، فالاول غلطة مش عايزاكي تقعي فيها، انك لما تكوني راحة مكان تعملي تفصيل زي ده ما تعمليش كميات، يعني جربي في ملاية او اتنين بالكتير خالص، وشوفي الكواليتي بتاعتها ايه، وبعد كده قرري هتكملي من نفس المكان او من نفس القماشة ولا لا. فانا هقول لكم تجربتي بكل امانه. واحده من الملايات اللي انا جبتها، القماشه دي اعتقد الناس اللي بتفصل عمليه كلهم عارفينها مبدئيا كده. دي انا جبتها لسرير 1.20 متر اللي هو السرير الصغير، وعملت معاها الخدديات من نفس القماشه، وبعد ما فيش يعني هي غسله، والثانيه ابتدت الدنيا تظهر بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنقرب كده عشان اوريكم انا اقصد ايه. بصوا كده اعتقد كده واضح القماشة قد ايه موبرة، كلها نفس الملمس الخشن، الوبرة عالية جدا فيها،
وكمان الخدديات، فللأسف لما بتيجي تنامي عليها طبعا متعبة جدا، يعني إحساسك بالوبرة متعبة جدا. فدي كده لا استنوا، يعني عشان أنا كنت بقول لكم يعني ما تجيبوش كمية، دي كده واحدة، بصوا ادي التانية، التانية دي بقى جبت منها اتنين لسريرين اطفال اهو، موبرة من كل حتة. فطبعا للأسف كواليتي سيئة خالص، ودي كمان انا جايبة منها ملايتين، يعني انا كده ادي 3 ملايات لسه. استنوا، ادي الملاية الرابعة لسرير 1.20 متر برضو، بصوا بالخدديات بتاعتها، انا كنت عاملة ماتشنج، دي اللي هي الملاية القلوب لو انتوا عارفينها، في منها كذا الوان، وجبت الماتشنج بتاع الخدديات دي، وبصوا الخدديات ابشع ما يكون، لدرجة ان ما بفرشهاش، محدش قادر يستحمل ينام عليها. عم بشوفها مع بعض اهو، اظن واضحة جدا، يعني واضحة جدا هي موبرة ازاي. دي برضو كانت من القماشات اللي بتوبر. ونيجي كمان للأسف السرير الكبير، يعني شوفوا بقى كم ملاية عدوا، ادي السرير الكبير، ودي القماشة دي كان شكلها عاجبني جدا، وتوقعت انها هتكون هايلة وكويسة، لكن للأسف نفس الفكرة اهو، شايفين انا عملت لكم زومنج على الكاميرا علشان خاطر تشوفوا بنفسكم قد ايه هي صعبه، وصعب جدا حد ينام عليها كده. دي كانت بقى ملايه، دي كانت ملايه 1.60 متر، وكمان الملايات معموله استيك، يعني ملايات متكلفه اكتر من الملايات العاديه، فمدفوع مبلغ. انا دي كانت غلطتي ان انا اول مره اجرب ملايات انا ما كنتش جربتهم قبل كده، يعني شوفوا ادي 1 2 3، ودي منها 2 4 5، يعني دلوقتي 5 ملايات عملتهم مرة واحدة، للأسف بايظين وكلهم موبرين زي ما شفتوا. فأول غلطة إنك ما تعمليش كمية من أول مرة مع مكان، على فكرة المكان المفروض إن هو حد عمله ريكومنديشن على اليوتيوب، والمكان المفروض إن هو اتعرف وعنده أنواع قماشة كتير، فأنا روحت المكان على أساس إنه ثقة، وكنت واثقة جدا، وحكت العمرية، وقعد يقولوا إنها ما بتوبرش وإنها قطن 100%، مش صحيح يا جماعة. العملية نفسها طلع فيه منها درجات، ومش اي حد يعرف يفهم الدرجات دي، يعني صعب جدا انت كست بيت عادية انك تفهمي في نوع القماش وتعرفي اذا كانت هتوبر ولا لا. وفي حاجات بتبقى مضروبة بيعها لك يقول لك دي العملية وهي مش عملية، وبتبقى يعني ماتيريال تانية خالص. فبجد انا يعني دي من الحاجات اللي انا ندمت عليها. طبعا ده كان متكلف مبلغ مبلغ وقدره، علشان الناس اللي هتقول انت ليه رحتي اشتريتي من ايكيا والمفروشات في ايكيا غاليه، فاعتقد انتوا كده فهمتوا الفرق. فروحت للقماش التركي، هو كان منزل قماش تركي عنده، فقلت يعني اجرب القماش التركي واشوف، يعني في ناس كتير شكرت فيه، وهو يعتبر سعره الدبل، يعني تقريبا انت بالعمليه ب 47 تقريبا، والتركي هتلاقي المتر بتتكلمي في حاجة و80 اعتقد، 85 تقريبا اعتقد كده. بصي انا جبت الملاية دي، انا بحب قوي الالوان السادة، عذرا بقى على الصوت. بصوا الالوان السادة هناك تحفة، هي ككواليتي يعني حاجة تانية بقى خالص، بس أتمنى يا رب إنها تطلع فعلا كويسة، وأقول لكم برضو تجربتي عنها ورأيي فيها إيه، وتشتروها ولا لأ. التفصيلة هو كان ممتاز، هنا بيعمل قلاب زي ما أنتم شايفين، في قلاب أهو كبير هنا علشان يمسك الخددية نفسها، واللون ده تقريبا يعني أول درجات الموف، فعجبني قوي برضو، من الدرجات اللي عجبتني هناك. القماشة السادة دي في منها درجات كتير قوي. تجربتي مع القماش التركي هل هو بيكش ولا لأ، برضو انا لسه معرفش، فبرضو اتمنى ان هو ما يكشش، وانا طلبت منه هو ياخد المقاس المظبوط للمتر 60، هو تقريبا بيحسب لك 4 متر وشوية، حوالي 4 متر ونص لو سريك 1.60 متر. بصوا اهو على البورسل بتاعه مكتوب made in Turkey، اتمنى تكون واضحة كده.
فدي كده زي ما اتفقنا مع بعض، دي كده القماش التركي. طبعا احسبي بقى انتي المتر اضربيها، انا مش فاكرة بالظبط كانوا كام، دي كان المتر زي ما اتفقنا بحاجة و80، وطبعا الاستك له سعر زيادة ده غير ثمن التفصيل، فطبعا هتتكلف. بس انا قلتلك ازاي ان انتي تقدري تقللي التكلفة بتاعت الملاية دي، يعني بدل ما تتكلف معاكي نفسها مبلغ، لا انتي وفري الخدديات. يعني انا هنا الاربع خدديات دول زودوا تمن الملاية جدا. انا عاملة دلوقتي اربع خدديات، والخددية 50 في 70 وفيها قلاب كمان، فده بيتكلف اكتر. الاربعة دول زودوا تمن تكلفة الملاية جدا، فانتي ممكن توفري الاربع خدديات دول وتشتريهم انتي من بره، موجودين في الهايبر ماركتس وفي اماكن كتير، هتجيبيهم بسعر ارخص، وبالتالي كده كأنك دفعتي تمن الملاية بس، فده هيقلل عليكي السعر. في الوقت نفسه ممكن كمان تجيبي دوت تفصليه من القماش العمارية السادة، بس بصراحة ما اضمنش برضو، لان انا زي ما شرحت لكم كده انا معرفش، يعني الى الان مفيش نوع كويس. لو جربت ملاية كويسة في العمارية هقول لكم على طول هي انها كويسة، وده ان شاء الله هستنوه في الفيديو الجاي، هقول لكم في نوعين اتنين جربتهم وطلعوا الحمد لله كويسين، عشان لو حد حابب يجيبه هو مطمن. فده كده بالنسبة للسرير الكبير. بالنسبة للسرير الصغير جبت واحدة رقيقة قوي، بصوا اهي الخدادية بتاعتها، دي الأرضية بقى اوف وايت جدا، يعني حسستني ان الأرضية بتاعت كفر اللحاف ده اللي انا جبته من ايكيا انه ابيض، يعني بصوا فرق اللون، شايفين في فرق في اللون، انا حسيت ان ده ابيض مش اوف وايت لما شفت القماشه دي دلوقتي معايا. القماشه دي بتاعت سرير اطفال بصراحه ناعمه، ناعمه جدا وجميله قوي، يا رب زي ما اتفقنا. اتمنى ان انا اطلع الفيديو الجاي واقول لكم ان شاء الله انها ما عبرتش وانها كويسه، لان دي الملايات دي برضو سعرها اعلى بما انها قماش تركي، وبرضو انا عملتها استك، انا بحب الاستك لان هو بيظبط شكل قوي المرتبه. هي رقيقه قوي ما فيهاش غير رسمه البنوته اللي في النص دي، فبصراحة من الحاجات اللي عجبتني هناك. في سيكشن كامل للقماش التركي، بس هو زي ما اتفقت معاكم مش مفيش تنوع من القماش التركي زي العمارية، العمارية فيها كتير قوي، فاللي جرب حاجة كويسة يطلع يفيدنا ويقول لنا القماشة دي كويسة. زي ما انا ان شاء الله هعمل معاكم الفيديو الجاي وهقول لكم على قماشتين طلعوا كويسين معايا، بس عشان هما دلوقتي مغسولين فانا مش عارفة اوريه لكم. انا وريتكم النوع القماش وحذرتكم منه اللي هو وبر معايا وما كانش كويس، وادي الملاية التالتة. بصوا اهي الملايه الثالثه دي بقى، انا عملت الفكره اللي انا قلت لكم عليها، اهي شايفينها، شايفين لونها قد ايه جميل، ده لون الدرجات المنت جرين اللي هي طالعه الترندي ومكمله معانا لسه برضو في السنه دي. انا جبتها علشان الكفر بتاع اللحاف ده، حسيت ان دي اقرب حاجه، انا كنت ماشيه في المحل عنده بدور على حاجه تكون ماتشنج مع الكفر اللحاف اللي جبته، لاني ما جبتش ملايات من ايكيا، فالقماشه دي حسيت ان هي اقرب حاجه ليها. هنفرشها مع بعض بقى ونشوف شكل السرير بيها ان شاء الله. حسيت انها اقرب حاجة، دي انا وفرت في تمنها لاني جايبة كفر اللحاف عالي سعره غالي، وفي نفس الوقت هو معاه اتنين، هو معاه اتنين خدادية، فانا ما عملتش هنا خداديات، وبالتالي كان سعر الملاية دي اوفر بكتير من الملاية الموف التانية، دي معاها اربعة كفر، لكن هنا ده كده السعر كان اوفر بكتير. ده اللي بقول لك عليه، لما تحسي ان سعرها غالي عليكي ما تعمليش كفرات، واستعملي الكفرات القديمه اللي عندك لو هي ماتشنج في اللون، لو مش ماتشنج اشتري لها انت كفرات من بره سعرها ارخص، وده كان نفس السعر. في طبعا اشكال، يعني مش التركي مش ساده بس، لا ده في حاجات منقوشه كتير، هتلاقي اشكال منقوشه كتير، بس معظمها يعني ايه هاديه، مش الوانات اللي هي اوفر قوي. فزي ما اتفقنا مع بعض، اتمنى كده ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفرق في نوع القماش وتشتري ايه وبكام، عشان تبقي عارفه وانت رايحه ما يضحكش عليكي وتحطي فلوسك كده وخلاص، سبيشالي لو انت عروسه وراحه تجيبي بقى، بتجيبي حوالي
ست سبع طقم ملايات او على حسب انت بتجيبي كام، فعشان تبقي عارفه والحاجه ما تبص معاكي من الاول وتبقي تلاقي نفسك مضطره تركنيها وترميها وتروحي تجيبي غيرها. لا، هاتي الحاجه كويسه من الاول زي ما اتفقت معاكي، ملايتين من دول بتمن اربع ملايات من التانيين هيكونوا احسن كتير. يعني تجيبي اربع ملايات بدل ما تجيبي تمانية، ده بالنسبة لك هيبقى حلو قوي وهتبقى حاجة هاي كواليتي. استنوني بقى لما نجربهم سوا ان شاء الله ونشوفهم مع بعض. فبليز لو حد فيكم استفاد يعني تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وان شاء الله استنوا بقى الفيدباك بتاع الملايات دي. هشوفكم على خير الفيديو الجاي.